بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده ده اول يوم رمضان، شهر مبارك عليك كل ان شاء الله، يا رب يجعله كله بركات علينا كده وخير يا رب. كل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا في ناس اخوه افاضل طلبوا مننا ملف قنوات، والحمد لله احنا كنا بس يعني ممكن متاخرين يوم او يومين، لان كنا بنرتب فيه شويه بعض القنوات كده. وطبعا دلوقتي هشرح لكم الوقت الملف اهوت، بنشرح بس ازاي تشوف يعني تقدر تتعامل مع الملف. اهو دي طبعا قناة المجد ديت على نايل سات، ده الهوت بيرد، ده عرب سات، نايل سات، يوتيل سات 3 اللي هو يوتيل سات 9، يوتيل سات 10، الهوت بيرد ده اللي هو 5 سيدا، ده بالظبط كده يعني القسطرة 19، لأنه مش موجود على البي أول، فاحنا حاطينه على إيه؟ على قمر تاني، وده قسطرة 23 برضو. وعندك هنا الأزري والتركي والياساب، كل ده القنوات فيه موجودة شغال، والإسباسات برضو موجود. فإن شاء الله بعد ما نخلص الشرح دلوقتي هحطلكم ملف متحرك اسفل الفيديو، وان شاء الله ينول اعجابكم، ويا ريت تدعمونا بالقناه وتشتركوا معانا عشان يصلكم كل جديد ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم.